بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم ظلال عبود، دكتورة في اللغة العربية، اختصاص النحو والصرف. يسرني ويسعدني أن أكون معكم لهذا الفصل بإذن الله. نعطي اللغة العربية لغير المختصين للفروع كلها، وإنه لمن دواعي سروري أن أبدأ اليوم بإذن الله المحاضرة الأولى معكم في رحاب جامعة الزيتونة الدولية للتعليم الافتراضي. نسأل الله عز وجل في هذا اليوم الفضيل أن يكتب لها القبول في كل الأرجاء، وأن يوفقكم ويوفقنا جميعا إلى كل خير. آمين يا رب. بداية، اللغة العربية مجالها واسع وشاسع، وهي علم غني عن التعريف، ولكن سنحاضر في هذا اللقاء واللقاءات القادمة إن شاء الله في محاور. هذه المحاور نبدأها بإذن الله، عدا عن اليوم طبعا، في الأيام القادمة إن شاء الله ربما يكون لدي هناك نص. هذا النص نأخذ بعض الإشراقات فيه أو بعض المعاني وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك سنأخذ تطبيقات نحوية عليه، فسنتعرف إلى بعض الأمور النحوية أو القضايا مثل الاسم والفعل، وأيضا الفاعل وأحكامه، والمبتدأ والخبر. سيكون لدي أيضا الأفعال الناقصة، كان وأخواتها عفوا، التعجب، أفعال المدح والذم، وأيضا الكثير من العناوين التي سنتطرق إليها إن شاء الله، بالإضافة إلى بعض الأساليب، مثلا اسلوب الاستفهام، اسلوب النهي، اسلوب الشرط، اسلوب التعجب، اسلوب المدح والذم. وسنعرج ايضا ان شاء الله على المعاجم وكيفيه الكشف في المعجم. وربما ان بقي لدينا متسع من الوقت ان شاء الله، سناخذ بعض الشذرات البلاغيه والنفحات البلاغيه التي قد نأنس بها في احدى المحاضرات ان شاء الله تعالى. هل الصوت واضح للجميع؟ نعم نعم دكتورة ماما. بداية يجب أن أقول شيئا مهما، أحبتي الطلبة، طلاب وطالبات، قبل كل شيء يجب أن نخلص النية لله تعالى في أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه، سواء من قبلي أو من قبلكم. يعني أنا أعطي وأرجو وجه الله، وأنتم تتعلمون أيضا ترجون وجه الله وخدمة هذه اللغة الشريفة. لذا علينا أن يكون لدينا وازع داخلي ننطلق به من ذواتنا، بأن ندرس وأن نجد وأن نقدم لسوريتنا الحبيبة بعدما مر علينا فيها من ويلات، وأنتم أدرى بها، ونحن جميعا عشنا هذه الويلات. أنا صحيح أسكن في تركيا، ولكني الله يعلم ما الذي حصل في سوريا قبل أن أخرج منها، قلبي وروحي معلقة فيها. فإذا تراخينا منذ البداية لن نصل إلى نتيجة. هذه لغة عربية، لغة البيان، لغة الفصاحة، لغة القرآن، يجب علينا أن نعطيها حقها مثلها مثل أي مادة وزيادة أيضا. الآن البداية ستكون معنا إن شاء الله في أن الآن كنا نقول نتحدث عن اللغة العربية، ونقول بأنها مهمة لنا جميعا. هل انتهى الإضافة أم بقي شيء؟ لا يوجد صوت، لا يوجد صوت. يوجد صوت الآن؟ أحدهم تمام دكتورة في صوت. يوجد الآن صوت؟ تمام. طيب الآن لو بدأنا نحن
صورة ثابتة. تمام، لحظة، ستكون بدايتنا الآن مع الكلام. أول شيء سنعطيه في هذه المحاضرة هو ما هو الكلام. يبدأ به السيبوي في كتابه المعروف، فيقول الكلام اسم وفعل وحرف. طيب، إذا ومن هنا تبدأ معنا، نبدأ بما هي الكلمة. لو أنا أردت أن أعرف ما هي الكلمة، طبعا هذه البدايات حتى ننطلق من خلالها إلى شيء آخر. الكلمة هي قول مفرد. لماذا أنا قلت الكلمة قول مفرد ولم أقل هي لفظ مفرد؟ قال لأن الكلمة تطلق في الجملة أو في اللغة على الجملة المفيدة. يعني أنا حتى يكون كلامي معناه كلمة، يجب أن أنطق شيئا مفيدا له معنى، وفي الاصطلاح تطلق على القول المفرد. تمام؟ فإذا المراد بالقول هو اللفظ الدال على معنى. يعني أنا حتى كلامي يكون هو عبارة عن قول، يجب أن يدل هذا القول على معنى. مثلا أنا أقول رجل، أقول فرس، أقول بيت، أقول شخص. هذا الكلام الذي تكلمت به هو عبارة عن قول. تمام؟ لذلك قلت الكلمة هي قول، يعني شيء دال، لفظ دال على معنى. وأيضا أضافوا الكلمة قول مفرد. ما المقصود بالمفرد؟ قال هو اللفظ. أي لفظ؟ هو اللفظ يعني الصوت المشتمل على الحروف، على بعض الحروف التي ننطقها. مثلا سواء هذا اللفظ الذي تلفظت به دل على معنى، كما أقول زيد أو أقول ظلال أو أقول طالب، أو لم يدل على معنى، على جزء من هذه اللفظة. مثلا زيد، لو قلت أنا دايز، هو مشتمل عليها على نفس حروف زيد ولكنها بأحرف معكوسة. هذا كله لفظ. لذلك أنا لم أقله، وهم لم يقولوا أن الكلمة هي لفظ مفرد، إنما قالوا قول مفرد ليكون له معنى. الآن على هذا يترتب علينا شيء مهم، وهو أن كل قول هو لفظ. لكن يا ترى هل كل لفظ هو قول؟ بداية ستكون لدينا، إذا قلنا كل قول هو لفظ ولا ينعكس، أي ليس كل لفظ هو قول. إذا وأما الكلام، لو أردنا أن نعرف ما هو، فهو يقسم إلى 3 أقسام، اللي هو اسم وفعل وحرف. سنبدأ نحن هنا اليوم مع الاسم. الاسم له علامات، كيف أنا أميز أن هذه الكلمة هي اسم أم هي فعل أم هي حرف؟ عندي هناك علامات للاسم لا تقبل إلا هذا الاسم، إلا هذا الشيء الذي أنا أتحدث عنه. هذه العلامات قد يكون لدينا، أو لدينا منها 2 لفظيتان ولدينا واحدة معنوية. فالعلامة اللفظية الأولى تكون في بداية الاسم، وهي للتعريف، وكلنا نعرف للتعريف. مثلا أنا لو قلت فرس، هل تقبل للتعريف؟ نقول الفرس، فإذا هي علامة للاسم، ومثلها الغلام، ومثلها الرجل، ومثلها الامرأة، إلى ما هنالك. وعندي أيضا علامة تكون في آخر الاسم، وهي التنوين. نفس الكلمة لو أنا جردتها من التعريف وقلت فرس، رجل، امرأة، غلام، إلى آخره، فهذا يدل أيضا على أن لدي هذه الكلمة هي اسم. عندي علامة ثالثة، هذه العلامة هي معنوية، وهذه العلامة المعنوية تقريبا هي الأفضل بين هذه العلامات كدلالة لدلالتها على الاسم. مثلا أنا أقول، وهي علامة معنوية للحديث عن هذا الاسم. مثلا أقول قام زيد. لماذا زيد اسم؟ قال لأني أنا تحدثت عنه بالقيام، أشرت إلى أنني أتحدث عن زيد بفعل القيام، وهذه العلامة هي أنفع العلامات المذكورة للاسم. وبالتالي استدلوا به على هذه العلامة الفرعية على أن التاء في ضربته هي اسم، ومثلها باقي الضمائر. الآن هذه مدخل حتى أنا آتي إلى الاسم وأنواعه. الاسم في اللغة العربية نوعان، إما معرب وإما مبني. الأصل طبعا في الأسماء الإعراب، لا يوجد لدي في بداية وضع اللغة أسماء مبنية، إنما هي أسماء معربة، ثم تفرع عن هذا الأصل الأسماء المبنية. فإذا الأصل هو البناء، عفوا الأصل هو الإعراب والفرع هو البناء. الآن المعرب ما هو؟ لو أردت أنا أن أقول ما هو المعرب، من يعرف ما هو، ما هي دلالة أن هذا الاسم معرب أم لا؟ أنسة يا أنسة، نعم، المعرب هو حسب حركة الإعراب في آخر الاسم، إما النصب أو الجر أو الرفع،
هذا الاسم المعرف. والاسم المبني؟ طيب الاسم المبني هذا الاسم المعرف. نعم. طيب لاحظ معي، أنا عندما أقول الاسم المعرب، إذا يتغير عندي آخر هذا الاسم بحسب ما يدخل عليه، يتغير آخر الحركة. أنا لا علاقة لي في بنية الكلمة، إنما لي علاقة بآخر الكلمة. إذا تغير بحسب تغير الكلمة من المعنى من الإعراب فهذا معرب. مثلا أنا لو جئت أنا بكلمة زيد وقلت جاءني زيد، لاحظت أنه عندما دخل الفعل جاء على زيد تغير آخر كلمة زيد بحركة الرفع، فزيد هنا هي فاعل. طب أنا لو قلت مررت بزيد انتقلنا من الرفع إلى الجر، لماذا؟ لأن زيد هنا هو اسم مجرور، فتغيرت الحركة من الضم إلى الكسر. ولو قلت رأيت زيدا، الآن عندما جاء زيدا في محل المفعول به أيضا تغيرت الحركة بالنصب. فإذا الإعراب هو أن يتغير آخر الكلمة أو آخر الاسم بحسب موقعه من الكلام، أو بحسب ما يدخل عليه، أو بحسب العوامل الداخلة عليه. الآن المبني بخلافه يعني يلزم حالة واحدة ولا يتغير بحسب موقعه من الجملة. مثلا أنا لو قلت، طبعا يجب أن أقول شيئا، أن المبني أيضا يقسم عندي 4 أقسام، إما مبني على الكسر أو مبني على الفتح أو مبني على الضم أو مبني على السكون. والبناء على السكون هو الأصل في البناء، تمام؟ الآن لو قلت كيف يكون الاسم مبنيا على السكون، عفوا كيف يكون مبنيا على الكسر؟ المبني على الكسر أيضا هو قسمان، اتفق العلماء واللغويون على أن قسم هو مبني دائما وقسم فيه خلاف، فالمتفقون عليه في البناء على الكسر دائما هو كلمة هؤلاء. فجميع العرب يبنونها على الكسر بكل اللغات، من هذيل لعقيل لجميع القبائل تبنيها، لكل العرب تبنيها على الكسر أينما جاءت وفي أي مكان. مثلا جاء هؤلاء ومررت بهؤلاء ورأيت هؤلاء، فكلها مبنية على الكسر ولها محل من الإعراب. لو قلت أنا جاء هؤلاء الطلاب، فهؤلاء ستكون في موقع الفاعل ولكن حركتها الكسر، فأقول اسم مبني على الكسر في محل رفع. الذي اختلف فيه عندي كلمة مثلا حذاني وقطامي وما جاء وما جرى مجراها من أسماء الأعلام التي تبنى على فعالي، وأيضا مثلها أمس. أمس إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت. فلو أنا أردت به اليوم الذي قبل يوم هذا أمس فأبنيه على الكسر، هذا على لغة الحجازيين. أما في مشكلة في الصوت، هل الصوت واضح؟ تمام. إذا المبني على الكسر قلنا أمس على لغة الحجازيين مبني على الكسر، أما على لغة بني تميم فلهم فيها مذاهب لم نتطرق إليها. فأنا مثلا لو قلت بالنسبة لكلمة حذاني، جاءت حذاني ومررت بحذاني ورأيت حذاني، في الـ3 حالات هي مبنية على الكسر في محل كذا. لو قلت أنا جاءتني حذاني هي في موقع الفاعل، فكيف أعربها؟ أقول حذاني اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل. طيب كيف أعرب؟ أسرع لأن مضى وقت من المحاضرة، يعني مضى في الأشياء التقنية. طيب أنا آسفة سأبطئ قليلا. الآن لو قلت أنا مررت بحذاني كيف أعربها؟ كأني أقول مررت برجل أو بامرأة، ولكن هنا صحيح كسرة ولكن لا أقول اسم مجرور بالكسرة. لماذا؟ لماذا؟ لأن حذامي أصلا هي اسم مبني وليست اسما معربا. متعارف عليه في لغة العرب أن حذامي هي اسم مبني، فأقول مررت بحذامي، حذامي اسم مجرور، عفوا حذامي اسم مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر، مع أنها مكسورة مع أنه قبل حرف جر لكنها هي مبنية، فأنا لا أستطيع أن أقول هي معربة. ومثلها أيضا رأيت حذامي، تمام؟ فحذامي ماذا رأيت؟ حذامي، فهي مفعول به، لكن لا أقول مفعول به أين هكذا منصوب، إنما أقول أيضا اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. طبعا الباء هي حرف جر، مررت بحذامي الباء حرف جر،
تمام. من يسأل يا عبد الناصر، حذاني اسم بنت، أنا قلت هي من الأعلام المؤنثة، تمام. يعني حذامي، قطامي، هذه أسماء. حذامي اسم شخص. فإن القول ما قالت حذامي، إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. حذامي اسم بنت، يعني اسم امرأة. فوضح معنى حذامي يا سهام؟ طيب الآن الجاء هي فعل لا تتغير، والباء هي حرف جر لا تتغير، ورأيت هي فعل لا تتغير، ولكن الذي يتغير معي فقط طريقة الإعراب. حذاني اسم مبني، فلا أستطيع أن أقول مرفوع أو مجرور أو منصوب، إنما أقول جاءتني حذاني. حذاني اسم مبني على الكسر في محل رفع الفاعل. ومررت بحذاني أيضا أقول اسم مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر، ومثلها أيضا رأيت حذامي، فهي اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. هل هذا واضح إلى الآن؟ أكمل. هل يوجد سؤال إلى تمام الآن؟ تمام عندي. يوجد صعوبة في هذه الأشياء؟ من عنده سؤال فليسأل، فليتفضل، أو استفسار أو إيضاح. طيب الآن، ومثل هذا كلمة أمسي أيضا مبنية، تقول مضى أمسي. سؤال لكم أحبائي، مضى أمسي ما محل أمسي من الإعراب؟ أنا لن أعرب، أريد أنتم الآن لأعرف مدى معرفتكم في العربية. مضى أمسي، ما إعراب أمسي؟ من؟ نعم، مرحبا دكتورة، أهلين. مفعول فيه ظرف زمان. حبيبتي، هنا الظرف هنا متصرف، تعرفين ما معنى متصرف؟ لا يعني أستطيع أن أعربها بحسب موقعه من الكلام، تمام؟ يعني لا يكون فقط مفعول فيه ظرف زمان وكفى، إنما قد يأتي فاعلاً، وقد يأتي مفعولاً، وقد يأتي مجروراً، تمام؟ فلا نكتفي هنا. نعم نعم نسرين، نعم أحسنت يا عائشة ونسرين، صحيح هي فاعل، لكن كيف أعربها؟ يعني أنا أقول أحبائي، كأني أقول مضى اليوم سريعا، مضت المحاضرة سريعا، تمام. مضى فعل ماض، وهناك نعم أحسنت وثينة. لاحظوا معي، إذا مضى فعل ماض، أمسي هو من قام بفعل المضي، هو الذي مضى وانتهى. صحيح هو مبني على الكسر، ولكن هذا لا يغير مكانته الإعرابية. فكما نعم مكسورة، نعم هي مكسورة، ولكن هذا الكسر كسر بناء. نحن قدمنا بمقدمة أن الأسماء قد تكون مبنية وقد تكون معربة، وقلنا ما هو المبني وقلنا ما هو المعرب، تمام. الآن هذا من الأسماء المبنية، يعني يلازم آخرها حركة واحدة في كل الحالات، في النصب والجر والرفع، تمام، في النصب والجر والرفع. الآن مضى أمسي كيف أعربها؟ أقول أمسي اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل، تمام. لا، ليس فاعل مبني في محل رفع فاعل يا عبد الكريم، أنا أقول اسم مبني على كذا في محل كذا. هو فاعل صح، هو في الإعراب فاعل، لكن طريقة الإعراب ستكون عندي نوعا ما فيها بعض التعديل، تمام. طيب الآن، انتهينا من مضى أمسي، أمسي فاعل. لو قلت ما رأيته منذ أمسي، انتبهوا الماء نافية، وأنا أساعدكم، ما رأيته فعل ماض وفاعل مفعول به، انتهينا. رأى والتاء والهاء فعل وفعل مفعول به. الآن مذ، الآن مذ، مذ هذه من يعرف إعرابها؟ من سمع بها؟ من مرت به قبل أن نعربها نحن؟ مذ ومنذ. طيب أنا أسهل عليكم، هي أيضا ظرف ولكن مبنية ولها إعراب آخر. لو قلت لكم أنا مذ، هي الظرف. ما نعم نعم صحيح نعم صحيح، هي ظرف للزمان. أغلق لو سمحت. نعم هي ظرف للزمان، الآن لها إعرابات أخرى لن نعرفها الآن، لكن هي ظرف زمان. يا ترى بعض الظروف
كيف يعرب الاسم بعدها؟ ما إعرابه؟ دائما أنا عندي قاعدة بعد الظرف ماذا يأتي؟ لا يا سهام، ليست، لا ليست بعد الظروف أحوال، لا، تلك الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. لا غلط، أحسنتي نسرين، نعم أحسنتي صفا، مضاف إليه، دائما بعد الظرف يأتيني مضاف إليه. الظرف سواء كان عندي هو عبارة عن يعني كلمة يوم أو أمس أو أي ظرف آخر، لو كانت طبعا هي من الظروف، فكل شيء يأتيني بعد الظرف يكون مضاف إليه، حتى الجملة التي تأتي بعد الظرف تعرف في محل جر بالإضافة. تمام؟ فإذا أمسي على هذه الحال، ما إعرابها؟ ولا تغرنكم الكسرة. ما إعرابها؟ اسم مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. أحسنتي بثينة، صحيح، اسم مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، ممتاز. طيب الآن، واعتكفت أمسي، كيف ستكون هنا الإعراب أمسي؟ طب هذه ستكون كما قلتها أول مرة، ولكن هنا مكسورة، كأني أقول اعتكفت اليوم في المسجد، كيف سيكون الإعراب؟ هيا يا أحبائي، نفس الحالة، نعم لكن كيف؟ عبير أحسنتي، لكن كيف؟ ممتاز يا بثينة، ممتاز. ماذا تدرسين بثينة أنت في أي فرع؟ طيب، موفقة وموفقون جميعا بإذن الله. طيب لا بأس، متى يبنى الفاعل؟ لا، الفاعل ليس مبنيا هنا، هذا الظرف هو هذه الكلمة أمس هي المبنية، الفاعل مرفوع، حكم الفاعل أنه مرفوع دوما، ولكن هنالك كلمات مبنية تأتي مكان الفاعل، هذه الكلمات التي تأتي مكان الفاعل أنا لا أستطيع أقول أنها فاعل مرفوع، إنما هي مبنية لكنها في محل رفع. وضحت الفكرة؟ وضحت يا من سأل السؤال؟ يا مصطفى وضحت؟ إذن فأمسي هي هنا مبنية، اعتكفت أمسي مبنية على الكسر لكنها في محل نصب. إذن هذه الأسماء المبنية، خلاصة الكلام، هذه الأسماء المبنية كلها تبنى على الكسر، طبعا في المبني على الكسر أنا أتحدث، ليست مبني في أشياء أخرى، تبنى على الكسر رفعا ونصبا وجرا في كل الحالات. تمام؟ الآن لو انتقلنا نحن إلى القسم الثاني من الاسم المبني، وهو المبني على الفتح. ترى قبل أن أقولها سأخذ في هذا، من يعرف أو من لديه معلومات ما هي الأسماء المبنية على الفتح؟ كلنا تقريبا درسناها في الصف التاسع على ما أذكر، من يتذكر؟ ما هي؟ طيب، ولا أحد يعرف ما هي الأسماء المبنية على الفتح؟ كما هي الأسماء العشرة يا عبير؟ هل الأسماء العشرة هي مبنية على الفتح؟ جيد أنك قلتيها، الآن ليس مكانها، لا تكملي، سأقول شيئا، الأسماء العشرة أحبائي هي أسماء فيها همزة وصل. أنا كيف أعرف أن الهمزة هذه همزة وصل؟ قال إن كانت من الأسماء العشرة، اللي هي ابن، ابنة، اثنان، اثنتان، ابنم، أيم الله، أيمن الله، إلى آخره، هي عشرة أسماء، لذلك سموها الأسماء العشرة. فهذه الأسماء العشرة ليست مبنية على الفتح، إنما همزتها التي في بداية الكلام هي همزة وصل وليست همزة قطع. واضح؟ واضح؟ اسم المنادى، لا يعني الاسم المنادى لا يكون مبنيا على الفتح عزيزتي. طيب أنا سأسهل عليكم، عندنا الأعداد من 11 إلى 19، ماذا نسميها؟ من عنده فكرة ماذا نسمي هذه الأعداد من 11 إلى 19؟ ممتاز عبير، صحيح، هي أعداد مركبة. الأعداد المركبة من 11 إلى 19 هي مبنية، لا ليس الذي التي اللواتي، هذه يا عبد الكريم تلك أسماء موصولة،
لا نخلط بين الأسماء الموصولة وبين الأسماء المبنية على الفتح. أصلا الذي مبني على السكون والتي مبنية على السكون واللواتي مبنية على السكون، تمام؟ من مبنية على السكون، ما، لكن هذه مختلفة، تمام؟ نعود إلى المبني على الفتح. الأسماء المبنية على الفتح هي الأعداد المركبة من 11 إلى 19 باستثناء 12، تمام؟ فهي مركبة فمبنية على فتح الجزئين، الجزء الأول اللي هو أحد والجزء الثاني هو 10. يعني أنا لو قلت جاء 11 طالبا، ما أقدر أقول جاء 11 طالبا، ومررت بأحد عشر طالبا، ما أقول مررت بأحد عشر طالبا، تمام؟ ورأيت أحد عشر طالبا، مع أنها مفتوحة لكن هنا ليست موصولة إنما مبنية. فالأعداد المركبة، مركبة يعني عدد مع عدد، 11، 13، 14، 15 إلى 19، هذه الأعداد مبنية على فتح الجزئين، يعني الجزء الأول اللي هو أحد والجزء الثاني اللي هو 10 مبنيات فيه على الفتح. في محل كذا مثلا أنا لو قلت جاءني 11 طالبا، ما إعراب 11؟ ما إعرابها؟ لو قلت أنا 11 مكانها كأني أقول جاء الطالب، ما إعراب الطالب؟ ما إعراب الطالب؟ جاء الطالب، ما إعراب؟ ممتاز ممتاز يا مأمون. نعم، اسم مبني على الفتح محرف فعل. هنا ليس اسم مبني على الفتح، هو نقول اسم مركب، كونه مركب مبني على فتح الجزئين، يعني مبني على فتح الجزء الأول اللي هو أحد ومبني على فتح الجزء الثاني اللي هو 10، فهو اسم مركب مبني على فتح الجزئين الآن في محل رفع فاعل. أعيد، أنا هذه الأسماء المبنية على الفتح هي تلازم حالة البناء على الفتح في الرفع وفي النصب وفي الجر، تمام؟ صحيح هي مختصة في اللغة العربية لكن هذه بدايات لتكون هذه فقط كمدخل للبناء والإعراب، ثم سنأخذ نحن منهاجا لغير المختصين، يعني غير المختصين يعني هذا المنهاج الذي كان يعطى في جامعاتنا أصلا سابقا، يعني ستكون معلومات مبسطة أكثر من ذلك. هذه الحالات كمدخل لتعرفوا ما هو البناء، ما هو الإعراب، ما هو الكلام، ثم سننتقل إلى أشياء أكثر تبسيطا من هذا، تمام يا إبراهيم؟ تمام دكتور، تسمعني؟ لكن تمام هذه، الله يعطيك. نعم، هذه أشياء ضرورية لنعرفها. طيب أنا مثلا لو مررت لاحقا على كلمة مبنية، ألا يجب أن تعرف ما هو البناء؟ ألا يجب أن تعرف ما هو الإعراب؟ ألا يجب أن تعرف ما هو الكلام وتقسيم الكلام؟ تمام؟ هذه البداية، يعني هذه البداية الطالب الصوت غير واضح. كرام بعد الصوت واضح أم لا؟ واضح واضح دكتورة، تفضلي. طيب واضح دكتورة، واضح. طيب الآن بقي عندي أنا، يعني أصلاً انتهت المحاضرة، يعني ما بقي إلا بقي قسمان فقط. نحن تحدثنا عن على المبني على الفتح وقلنا هو الأعداد المركبة من 11 إلى 19. على فكرة هذه معلومات أخذناها نحن عندما كنا قلت في الصف التاسع، قل وجميعنا أكيد درس أن الأعداد المركبة مبنية على فتح الجزئين، تمام؟ فأنا لم أتي بشيء جديد مطلقا لم تأخذوه قبلا، لكن ربما عفى عليه الزمن عند البعض، لا أعرف. فنكمل فقط شيء بقي بالأعداد المركبة من 19 وهو 12. يا ترى هل هو مبني على فتح الجزئين أم له حالة أخرى مختلفة؟ من عنده معلومات حول هذا الشيء أو حول هذا السؤال؟ العدد المركب 12، نعم حالة مختلفة، كيف؟ كيف هو حالة مختلفة؟ يعني هل أعرف أنا نفس ما عرفت 11 إلى ممتاز، لكن ليس المثنى شيء يشبه المثنى، ماذا كنا نسميه؟ قد مر بنا جميعا الملحق بالمثنى.
رائع. الملحق بالمثنى، اثنان واثنتان ملحقان بالمثنى، تمام؟ نعم صحيح صحيح، هو ملحق بالمثنى. إذا على هذا لو قلت أنا الآن هكذا، لو قلت جاء وأريد أن أضع 12 طالبا، كيف أنا أضع رقم 2؟ من يعرف كيف أضع رقم 2؟ جاء و 12 طالبا، جاء 12 طالبا بالرفع. نعم ممتاز، جاء 12 طالبا، ممتاز. نعم جاء 12 طالبا. طب لو أردت أنا أقول مررت ب، نعم حسب موقع من الكلام، نعم مررت ب باء حرف جر وكلمة 12 ثم طالبا، كيف نكتبها؟ باثني عشر طالبا. ممتاز ممتاز، باثني عشر طالبا، لأنه عندي شيء هو المثنى أو الملحق بالمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بياء. فلو أنا جاء اثنا عشر طالبا، فما إعراب اثنا؟ ما إعراب اثنا؟ فعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه ملحق بالمثنى. ممتاز. وأين النون؟ النون حذفت لشبه الإضافة هنا، لأن عشر ليست مضاف إليه. من يتكلم؟ أنا لا أرى من يتكلم لو سمحتم؟ من المتحدث؟ محمد؟ محمد، نعم محمد عبود، محمد عبد الله عبود. أهلا بك يا محمد عبد الله عبود، أهلا تشرفنا. طيب وتشرفت بكم جميعا أخوة وأطلاب أعزاء. قد قال زميلكم محمد شيئا مهما، وهو بالفعل هنا ليس مضاف إليه تماما، لأني أصلا عشر لا أعرفه مضاف إليه. من يعرف ما أعراب عشر؟ طبعا هذا ليس للاختصاص، هذا معروف لكل مراحل الدراسة مر بنا. هذا 12، عشر هو جزء ثاني من 12 المركب، مبني على أي شيء؟ لاحظوا مررت باثني عشر وجاء 12 ورأيت 12، في الحالات 13 تغيرت معي حاجة؟ نعم ممتاز، جزء مبني على الفتح لا محل له من الأعراب. أحسنت يا محمد صحيح. الآن خلاصة مبني على الفتح أن هناك أسماء مبنية على الفتح تلازم حالة واحدة في الرفع والنصب والجر، ومنها الأسماء المركبة من 11 إلى 19 باستثناء 12، باستثناء 12. لماذا؟ لأنها ملحقة في المثنى فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، والجزء الثاني كما قال زميلكم هو جزء مبني على الفتح لا محل لها من الأعراب. هل هنالك سؤال إلى الآن؟ هل ما زالت المعلومات صعبة إلى الآن أم واضحة؟ هل المعلومات واضحة؟ هل تحتاج إلى إعادة؟ طيب الآن بقي عندي، بقي عندي شيء وهو أو بقي شيئان، المبني على الضم. يا إبراهيم هي تحتاج فقط، أنا عندي الملف سأرسله لكم، ستجدون أنه سهل وبسيط، فقط قليل من الانتباه وقليل إلى مراجعة المعلومات. هذه المعلومات في البناء والإعراب ضرورية للأيام القادمة، تمام؟ ليس لهذا الدرس فقط، أنا حاولت أن أجمع لكم كل حالات المبني والمعرب التي ستفيدكم يوما ما إن شاء الله، سواء في هذه السنة أو في السنوات التي ممكن أن تليها. وإذا أشكل عليك شيء اسألني أي سؤال، أنا بالخدمة يعني أجيب برحابة الصدر إن شاء الله. الآن بارك الله بك وفيكم بارك الله. هل يعني بكل ما تحدثنا به يا إبراهيم، هل عندك صعوبة في شيء؟ ما زال هناك شيء صعب لم تفهمه حتى أعيد؟ قل لي إبراهيم. طيب المشكلة دكتورة أنه أنا منقطع الدراسة من عام 2016. طيب يعني معظم المعلومات غير مفهومة بالنسبة لي. طيب لا بأس، أنا معك في وقت المحاضرة وبعدها، إن أردت أي سؤال لا تتردد في سؤالي، اسألني وأنا أجيب إن شاء الله، تمام؟ تمام دكتورة تمام. حتى بعد المحاضرة إذا قرأت أو استمعت لها ورأيت أن هناك فيها صعوبة اسألني إن شاء الله، تمام؟
تمام دكتورة، تمام، بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. طبعا هذا الكلام ليس فقط لإبراهيم، للجميع. أي شيء تجدون فيه أنه صعب، على فكرة أحبائي أنا أدرك تماما الانقطاع عن الدراسة يؤثر في المعلومات، الظروف التي مررنا بها تؤثر في المعلومات، ظروف الحرب والتهجير وكل شيء، يعني لا أريد أن أتحدث باستفاضة، يعني ما مررنا به ليس بالأمر السهل. لماذا أنا سعيدة بكم وبينكم ومعكم؟ لأننا سننفض عنا غبار هذه الحرب ونبدأ من جديد، ننتقل إلى حياة جديدة، حياة العلم، حياة المعرفة، حياة بناء سوريتنا. نحن سوريتنا ليست سورية لا بيت الأسد ولا أحد آخر، لذلك يجب أن نكون يدا واحدة ويجب أن نهتم بالعلم. يعني والله وفيكم بارك الله عبد العزيز، أحاول أن أبسط لكم المعلومة قدر الإمكان، تمام؟ لا بأس، يقول 12 سنة وبعضهم 15 سنة، يعني أنا لا أخفيكم القول، أنا يعني انقطعت عن الدراسة بعد أن تخرجت من الجامعة وأخذت ماجستير، وما ذلك والله في معلومات ذهبت من ذهني لكثرة الظروف التي عانيناها ومررناها. من منكم لم يعاني؟ من منكم لم يمر بظروف صعبة؟ لا أصدق أن أحدكم لم يمر بظروف صعبة، لا أصدق إطلاقا. فنحن إن شاء الله في هذا المكان سنكون عائلة واحدة ونأخذ بأيدي بعض بأيدينا إلى الكفة الأخرى، كفة النجاح والعلم إن شاء الله. لذلك بإذن الله، بإذن الله ونفع بكم يا رب، بإذن الله سأكون معكم لآخر الخط حتى نستعيد اللغة العربية. هذه هويتنا يا أخوتي، يا أبنائي، يا أحبائي، هذه الهوية، هذه اللغة العربية، لغة القرآن، يجب أن نعطيها حقها. أنا على فكرة يعني أستطيع أن أعطيكم نص وتعالوا نشرح وصلى الله وبارك، لا أريد أن تستفيدوا من كل كلمة أعرفها، من كل معلومة أعرفها، وجزاكم خير الجزاء يا رب. لذلك أرجوكم ساعدوني حتى نتخلص من الضعف في اللغة العربية. على فكرة الضعف موجود شئنا أم أبينا، حتى الذين تخرجوا من الجامعة والله عندهم ضعف في اللغة العربية. أنا لا أقول أني في هذه السنة سأعطيكم كل شيء عن العربي، لكن على الأقل لمحة عن كل شيء. هذا أمانة في أعناقنا، اتفقنا؟ وأقول أكرر، رقمي موجود، أي سؤال اللهم في العلم اسألوني، تمام؟ بإذن الله لن أبخل بالإجابة على أحد، أي سؤال كان في اللغة العربية سواء من المحاضرة أو خارج المحاضرة، ولكن أفضل في المحاضرة ندرسها، فهمنا ما فهمنا نسأل. لا بأس يا نجلاء، لا بأس، نعم أنا معكم، نسترجع، أنا معكم، أنا هنا، ماذا أفعل؟ أنا لأجلكم، أنا هنا وجدت لأجلكم، لأجلكن ولأجلكم جميعا، وفي ميزان حسناتكم جميعا يا وصال، تمام؟ فأعود وأكرر شيء مهم لا أريد أن أراه في محاضرتي نهائيا، وهو الخجل. لا تخجلوا من السؤال، شيء صعب قولي صعب، شيء غير واضح قولي غير واضح أو قل غير واضح. وأنا أعيد وأكرر حتى تذكروا معي المقرر الذي سأعطيه بإذن الله، وإلا ما فائدة وجودي بينكم هنا؟ صحيح؟ كنت أرسلت لكم المقرر وقلت درسه وخلاص وكفى، لكن يجب علي لزاما أن أوضح كل كلمة أعطيها أو كل كلمة أقررها إن شاء الله تعالى. طيب نتابع نحن فيما تبقى من الوقت، سأغلق الشات قليلا. طيب الآن انتهينا، قلنا من المبني على الفتح، وقلنا هو يربع. نعم أنا أو دخلنا نحن على المحاضرة متأخرين شوي، بس يا ريت هيك شوي إعادة سريعة بس. فكرة سأعيد، لكن بعد أن أنتهي من هذا سأنتهي من المحاضرة وأعيدها كلها إن شاء الله لمن سيبقى، تمام؟ بقي فقط يعني أشياء بسيطة، تمام؟ طيب الآن بقي عندي أنا المبني على الضم. أنا لا أعطيكم كل المبني على الفتح، كل الأمثلة، لكن أعطي رؤوس أقلام ولكنها مهمة. المبني على الضم قلنا قبل قليل الاسم المبني قد يكون مبنياً على الكسر وعطينا أمثلة، وقد يكون مبنياً على الفتح وعطينا أمثلة، وقد يكون مبنياً على الضم. سنعطي الآن أمثلة ويبقى عندي المبني على الكسر وسنعطي أيضاً أمثلة. مثلاً المبني على الضم، رأينا بحذامي وقطامي وأمس التي ذكرناها قبل قليل أن هذه الأسماء مبنية على الكسر. عندما توجد في الجملة أيا كان موقعها ستبقى مبنية على الكسر.
لكن محلها الإعرابي مختلف، قد تكون في محل رفع، وقد تكون في محل نصب، وقد تكون في محل جر، سواء كانت مبنية على الكسر أم مبنية على الفتح أم على الضم أم على السكون. الآن وصلنا مبني على الضم. من الكلمات المبنية على الضم عندي كلمة قبل وبعد، وما شاكلها، قبل وبعد وأخواتها. الآن قبل متى تبنى على الضم؟ طيب أنا أحيانا أسمع وقبلا كان كذا، وقبل كان كذا، ومن قبلي، ومن بعدي، كيف تقولين هذا وأنا أراها أحيانا غير مبنية على الضم؟ أنا تركت كل الأشياء أو الحالات، هي لها أربع حالات يعني قبل، وأعطيكم الآن فقط التي هي مبنية على الضم، مثل قبل وبعد وأخواتها. أخواتها يعني أقصد الجهات الستة، أول، دون، وراء، قدام، إلى آخره. هذه تلزم الضم متى؟ قال إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه. الآن سأقول ماذا أقصد. أنا لو قلت، أو هو هنا قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الأمر من قبله ومن بعده. من هذه ما إعرابها؟ من ما إعرابها؟ من يعرف؟ لله الأمر من قبله، ما إعراب، ما إعراب من؟ طيب جئت من، دخلت من الباب، ما إعراب من؟ حرف جر. حرف جر صحيح. الاسم الذي بعد حرف الجر كيف سيكون؟ نعم اسم مجرور. نعم اسم مجرور صحيح يا محمد، سيكون اسما مجرورا. ليس حرف جر زائد، هذا هو حرف جر أصلي وليس زائدا. الآن من حرف جر، من الطبيعي، لا ليس ظرف مكان، هو من حرف جر، تمام؟ بعد حرف الجر سيأتيني اسم مجرور، صح؟ طيب هذا الاسم المجرور يجب أن يكون مكسور، يعني علامة جر الكسرة. طيب لماذا هنا قبل مضمومة؟ كيف تقولين يا دكتورة أو يا أستاذة أن من حرف جر وبعدها الاسم يكون مجرور وهذه مبنية على الضم أو حركتها الضم؟ كيف؟ نعم هي هنا لا ليست مبنية، هي مبنية على الضم. هذه من الأسماء التي تبنى على الضم في هذه الحالة. لو جئت أعربها أقول اسم مبني على الضم في محل جر، ومثلها بعد. ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. نعم لله الأمر من قبل ومن بعد. أو جئت مثلا جئت من قبله، لو قلت أنا جئت من قبل العصر، انتبه اختلف الوضع، لأني أنا وضعت أتميت الكلام، نويت المضاف إليه باللفظ والقول. أما لو أنا قلت قطعت عن الإضافة خلاص ما عاد في بعد مضاف إليه، نحن مو قلنا قبل قليل الذي تابع معنا، قلنا بعد الظرف يأتي ماذا؟ ذكروني، قلنا دائما بعد الظرف ماذا يأتي؟ قلناها قبل قليل، بعد الظروف ماذا يأتي؟ بعد الظرف غير المنون مضاف إليه. نعم ماذا يأتي؟ مضاف إليه. مضاف إليه، ممتاز صحيح، ذكرنا قبل قليل بعد الظروف دائما يأتي مضاف إليه، تمام؟ فهذا قبل بالأساس هو ظرف، لكن قطعنا عن الإضافة ما عاد حطينا بعد مضاف إليه، فهنا بني على الضم لأنه قطعنا الإضافة. لكن أنا قطعته باللفظ إنه من قبل مثلا الوقت أو من قبل ذلك باللفظ والمعنى، ولا بس باللفظ؟ مين بيعرف؟ أنا معنى الإضافة موجودة في ذهني أنا لما أقولها ولا لا؟ جئت من مثلا لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ذلك ومن بعد ذلك، ما في شيء بذهنكم كلمة ذلك عندما تسمعون هذه الآية أو من قبل هذا الأمر أو آخره؟ نعم هو مقطوع باللفظ دون المعنى، صحيح. أنا عندي معنى الإضافة موجود في الكلام لكن اللفظ مو موجود، فلذلك أبني على الضم، تمام؟ فيلزم حالة الضم. وقلنا هناك حالات أخرى لن نتطرق إليها، هي حالات اختصاصية، سواء قبلا بالنصب أو إلى آخره، ما هنا يعني بناء على الفتح وغيره. الآن هذا بالنسبة لي المبني على الضم. بقي عندي المبني على السكون، وهو أيضا كثير. قبل قليل كتب أو كتبت إحداكن أو أحدكم الذي، التي، الذي والتي واللواتي، ما هو آخرها؟ السكون، صح؟ الآن عندي أيضا هذه التي أمامي، من، كم، مثلا من حضر معنا الجزء الأول من المحاضرة،
من حضر معنا؟ هذه من غير غير من؟ نعم صحيح ممتاز، هي اسم استفهام. الآن أنا أقول من حضر، كيف أعرف أنا من؟ من هي بدأت الكلام وهي اسم استفهام. أسماء الاستفهام لها الصدارة، من يعرف ما معنى أسماء الاستفهام لها الصدارة؟ ما معنى أسماء الاستفهام لها الصدارة؟ أي أن العرب تبدأ بها الجملة دائما وين ما كانت ستأتي إلى أول الكلام، تتصدر هكذا، تحب أن تظهر في المقدمة، فهي لها الصدارة. إذن من اسم استفهام مبني على السكون في محل كذا بحسب موقعه من الجملة، تمام؟ ومثلها كم أيضا مبنية على السكون بحسب موقعها من الجملة. الآن من اسم استفهام، طب لو قلت أنا من بمعنى آخر تأتيني، من يعرف؟ من يدرس ينجو. من أعرفه، ما هذه المن؟ هل هي اسم الاستفهام أم شيء آخر؟ نعم ممتاز، اسم موصول. نعم أحسنت يا وثينة، اسم موصول بمعنى نعم. الآن أيضا هذه من اسم الموصول بمعنى هي مبنية على السكون، لكن محلها الإعرابي متغير، أما اللفظ الآخر غير متغير. أنا أقول جاءني من قام، لاحظ من ساكن النون، مررت بمن قام، النون ساكنة، رأيت من قام، النون ساكنة. لو جئنا استبدلنا من بكلمات أخرى، أنتم ترون الشاشة الآن؟ نعم. طيب الآن جاءني من قام، أنا لو قلت جاءني خالد، جاءني خالد، ما إعراب خالد؟ فاعل. داس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الآن من هذه ستأتي مكان خالد لكنها مبنية على السكون، كيف سأعربها؟ كيف سأعربها؟ من يعرف؟ فاعل جميل جدا يا بثينة. إذن جاءني من قام، من اسم بمعنى الذي، لأنه بمعناها الذي، يعني جاءني الذي قام، مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب مررت بمن قام، الباء لو قلت لكم أنا الباء هي حرف جر، ما إعرابها؟ لا يعرف، هو يجي لا يعرف، يظن نفسه هو لا. ليست حرف الجر زاد، أنا من مزبوط، أنا عندي من تلك حرف جر زاد ولكن لها شروط، هي حرف جر ولها شروط، لن نتطرق، يجب أن تكون مسبوقة بنفي أو بشبهه باستفهام إلى آخره، مبنية على السكون في محل جر. نعم صحيح، أنا أقول من اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، ممتاز. طيب الآن رأيت من قام، أنا لو قلت رأيت أريد أن أستبدل من بكلمة، رأيت خالدا، ما يعرب خالدا؟ ما يعرب خالدا؟ فاعل أنا مفعول. أنا قبل قليل يقول جاء خالد فاعل، هو قام بفعل المجيء، تمام؟ أما هذا وقع عليه فعل الرؤيا الذي مفعول به. نعم هو مفعول به ممتاز، الذي فعل الفاعل هو مفعول به. دائما خذوها شيء جواب ماذا؟ ماذا من قام، تمام؟ لكن يا ترى أنا هكذا يا عبد الناصر ويا نجلاء أعربها هكذا مفعول به أم لها إعراب آخر؟ كيف أعربها؟ مفعول به منصوب. أين النصب؟ أين علاقة الفتحة التي هي للنصب؟ نحن الآن انظروا إلى الشاشة، نحن نتكلم عن المبني على السكون، تمام؟ نحن نتكلم عن أي شيء؟ عن المبني على السكون. طيب هذا المبني على السكون هو من؟ كيف أقول مبني على السكون؟ كيف أقول منصوب؟ يجب أن أقول كما قالت بثينة اسم، فإن القول ما قالت، إذا قالت بثينة فصدقوها، فإن القول ما قالت بثينة، إذن هي اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نعم أحسنت يا بثينة. أعيد؟ واضحة أم أعيد؟ واضحة أم أعيد؟
ولا تريد يا دكتورة؟ الأسماء المبنية على السكون منها كلمة من التي هي بمعنى الذي، يعني اسم موصول. أنا أقول جاء الذي أعرفه، طب لو شلت الذي ووضعت من مكانها جاء من أعرفه، تمام؟ طب لو شلت أنا من وشلت الذي وأقول جاء خالد، ما إعراب خالد؟ ما إعراب خالد؟ فاعل. تمام تمام فاعل. والفاعل كيف يكون؟ ما أحكام الفاعل؟ مرفوع أم منصوب أم مجرور؟ مرفوع. تمام مرفوع، صحيح، ممتاز. لكن هذا الاسم كونه مبني لا أستطيع أن أضع على آخره الضمة حتى يكون فاعلا، تمام؟ السكون بناء على السكون يمنع أن تظهر عليه الحركة، لذلك أنا قلت اسم مبني يلازم آخره حركة واحدة في كل الحالات، في النصب والرفع والجر. فكيف أنا أعرف أنا مثلا جاءني من قام؟ أقول من منصور مبني على السكون، طبعا بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع فاعل. مررت بمن قام، باء حرف جر، بعد سيأتي اسم مجرور، لكن هذه المن عبارة عن اسم مبني، فماذا أقول؟ اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بحرف الجر اللي هو الباء. بقي عندي رأيت من قام. أنا قلت لو قلت رأيت خالدا، خالدا سيكون مفعولا به، فكيف أنا أعرف من؟ أقول اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وهكذا نكون قد انتهينا من الأسماء كلها المبنية والمعربة. لندخل إن شاء الله في الدرس القادم دروسا جديدة عن الفعل، حالات وإعراب، بناء وإعراب، ثم سننتقل إلى الفاعل وأحكامه، وكما قلنا المبتدأ والخبر وكل شيء، وكما تحدثنا في بداية المحاضرة. هل هنالك أي سؤال على ما ذكرناه سابقا؟ أي سؤال؟ لن نعطي اليوم واجب، لا، اليوم فقط كنت أريد أن تتعرفوا على المبني والمعرب. ستكون الواجبات إن شاء الله تباعا من الأسبوع القادم حتى أصلح، أنا عندي عطل في اللابتوب. بعد أن أنتهي منه إن شاء الله ستكون المحاضرات بشكل آخر إن شاء الله، سيكون هنالك واجب وأرسل لكم الواجب بعد المحاضرة إن شاء الله. لا بأس أرسلها، هي أصلا يعني إذا سجل المحاضرة ستكون موجودة، أو بالمقابل أبعثها لكم إن شاء الله. الآن سألني أحدكم سؤالا لم يكن قد حضر منذ بداية المحاضرة حتى أعيد له ما بدأنا. طيب وإياكم، آمين يا رب يا حسين. مختصر مفيد، أعيد سريعا أم نكتفي هنا؟ أعيد أم نكتفي إلى هنا؟ أنا يا ريت يا ريت دكتورة، لأني ما كنا موجودين، لأني تأخرنا كثير لحتى قدرنا ندخل على الزوم. ثم علي أنا سبب أنا هلا نعم هلا نعم. وقت تعيدنا بشيء على السريع دكتورة لأن احنا تأخرنا على المحاضرة. تكرم تكرم إن شاء الله. إعادة سريعة فقط لحظة. في محاضرة تانية اليوم تأجلت لوقت آخر، المحاضرة الإسلام الثقافي. المشكلة حتى لو تأجلت يعني أنا بدأت مع بعضكم قبل. نحن يا دكتورة نحن كثير تعذبنا أنا وفي كثير من الشباب والصبايا بدون ما قدرنا ندخل المحاضرة. أنا معكم طالما أنتم جالسون أنا جالسة. أعطيكم على الرحب والسعة. تمام شكرا. تمام أهلا أهلا، ولكن عندي حدث شيء لحظة فقط أعمل إشارة من جديد. طيب فقط دقيقة لو سمحتم حتى أعود للبداية. تمام الآن نبدأ من جديد إن شاء الله. نعطي لمحة سريعة عما تحدثناه سابقا. هل أنتم على استعداد؟ هل أنتم على استعداد؟ طيب تكرم بسم الله. طيب تمام. الآن نحن قلنا في البداية إن الكلام
الذي نتكلمه هو عبارة عن اسم وفعل وحرف. أي كلام ستتكلمون به أو تكلم به من قبلنا هو اسم وفعل وحرف. وقلنا أن ما نقول كلام، كلام يعني مكون من كلمة. ما هي الكلمة؟ قال الكلمة هي قول، وليس قول هذا القول هو مفرد، قول مفرد. طيب لماذا أنا ما قلت أن الكلمة هي لفظ مفرد؟ طب أنا عم قول كلمة، أنا نحن بالحالة العامية نقول والله تكلمت كلمة أو تلفظ علي ببعض الكلمات. اللفظ غير القول، تمام؟ ولذلك الكلمة لا أقدر، لا أستطيع أن أقول هي لفظ مفرد، إنما هي قول مفرد. لماذا؟ قال لأن القول هو المراد به اللفظ لكن دال على معنى. حتى تكون ما أتلفظ به قولا يجب أن يكون له معنى. يعني أنا لو قلت مثلا سجى، أريد أن أقول سجد وقلت فقط سجى، أنا لفظت حرفين، ولكن هذان الحرفان هل هما قول له معنى؟ حكما لا. أما عندما أقول سجد كملت كلامي أنا، فظهر عندي هذا اللفظ له معنى، فهذا اللفظ الذي له معنى أسميه قولا. وضحت الفكرة الآن أم لا بالنسبة للقول؟ نعم تؤدي معنى مفيد. واضح لحد الآن؟ أعيد؟ نعم ترى واضح واضح. أعيد؟ الله يجزيك الخير وإياكم. إذن أحبائي، الكلمة هي قول مفرد. لماذا قلت قول ولم أقل لفظ؟ لأن القول يجب أن يكون له معنى. وبالتالي هل كل لفظ هو قول؟ هل كل لفظ هو قول؟ طيب السؤال الآخر، هل كل قول هو لفظ؟ انتبه يا ريم، كل قول هو لفظ لأنه له معنى، تمام؟ أما ليس كل لفظ هو قول، لأنه اللفظ ليس بالضرورة أن يكون له معنى. أنا أي صوت مشتمل على بعض الحروف اسمه لفظ. أنا لو قلت مثلا زيت، لفظت أنا الزاي والياء والدال، لفظ. هذا اللفظ له معنى، أشار إلى شخص اسمه زيد فهو قول. أما لو قلت أنا دايز، عكست الكلمة، عكست الحروف، أو قلت زي وسكتت، هل هذا له معنى؟ لا، فهو ليس قولا. الخلاصة، كل قول هو لفظ، ولكن ليس كل لفظ هو قول. وضحت الفكرة؟ كل قول هو لفظ وليس كل لفظ هو قول. نعم صحيح يا عبد الناصر، واضح إلى الآن؟ نعم صحيح يا حسن. هذا لماذا أنا بدأت لكم هذا؟ لأنه أنا يعني تتبادر إلى ذهني أني عندما أقول أنا كلمة، هذه الكلمة هل هي قول أم لا؟ هل هي لفظ؟ أحيانا نحن نستغرب، يعني هذا تلفظ علي بكلمة وهذا تلفظ، لا ليس تلفظ. الكلمة يجب أن تكون قولا مفردا له معنى، تمام؟ واضحة لحد الآن؟ فالخلاصة كل قول هو لفظ، لكن ليس كل لفظ هو قول. واضح ليه؟ لأنه اللفظ أحيانا ما له معنى، أصوات تلفظ فيها ما لها معنى فهي ليست قول. أما الكلام، فالكلام هو عبارة عن، يقسم إلى ثلاثة أنواع، اللي هو اسم وفعل وحرف. سنبدأ الآن بالاسم، ثم بعد أن ننتقل من الاسم في محاضرة قادمة إن شاء الله سنتحدث عن الفعل. شرط القول أن يكون فيه فعل وليس عدة أسماء مثلا. لا ليس هذا. أنا ممكن أنا أقول تركيب معين، خالد مجد، فيه أكثر من اسم وهو قول وهو أعطاني معنى مفيدا، صح يا مصطفى؟ طيب على فكرة أنا لماذا أسأل؟ أريد التفاعل في المحاضرة، حتى أنا يعني لو نستطيع أن نتوصل إلى أمر هو أن نفتح المايك، لكن من دون أن يكون مثلا تزاحم ويكون شيء بالدور أفضل. أريد أن تكون المحاضرة تفاعلية، لا فقط أتحدث والباقي يستمع. ما رأيكم أنتم؟ أنا أفضل المحاضرة التفاعلية، وبالسؤال يتحفز الذهن، نستعيد المعلومات التي عفى عليها الزمن والتي تركناها منذ زمن، صحيح؟ طيب الآن الكلام كما قلنا له ثلاث أنواع أو ثلاث أقسام، هو اسم
وفعل وحرف، تمام؟ فالاسم ما هو ما سنتحدث عنه الآن، وللاسم علامات. طيب أنا كيف سأعرف أنا أقول كلمة كتب، طب هي اسم ولا فعل ولا حرف؟ أقول مثلا خالد، هي اسم ولا فعل ولا حرف؟ أقول في، هي اسم ولا فعل ولا حرف؟ كيف سأعرف؟ أنا يجب أن تكون عندي علامات أو دلالات على هذه الكلمة، هي اسم أم فعل أو حرف؟ وعلى فكرة كل واحدة من هذه الثلاث لها دلالاتها. ببساطة دكتورة، الفعل بنحسب ميزة عن الاسم، الفعل يدل على حركة أو نشاط أو شعور ما. تقصد على حدث مقرون بزمن، تمام؟ لا بأس، ولكن حتى هذا ليس كافيا للدلالة على الفعل، يجب أن تكون لديه له علامات، سنذكرها في وقتها إن شاء الله. الاسم له ثلاث علامات أميز بينه وبين الفعل وبين الحرف، تمام؟ هذه العلامات، واحد يكون في بداية الكلمة، نعم يقبل التنوين لكن سنقولها يا ريم لاحقا إن شاء الله. هناك علامتان لفظيتان، واحدة في بداية الكلمة تكون وواحدة في نهايتها. أنت تكلمت عن النهاية اللي هي التنوين، في البداية شيء نعرفه كلنا اسمه التعريف. كلمة خالد أنا أريد أن أعرف هل هي اسم أم فعل؟ أضر لها التعريف، الخالدون، الخالدون، تمام؟ أو بيت، البيت، قبلت التعريف فهي إذن اسم، تمام؟ الآن